هل بتتوقع هل هناك خطة إن شاء الله يعني بعد عمر طويل للجميع ممكن هذا المسار مثلا بعد 50 سنة أو بعد 100 سنة أن يضاف، يعني الجيل اللي بده يجي من بعدنا ممكن أنه يضيف، يعني هل هناك تصور للمستقبل بعد بعد هاي الفترة مثلا اللي احنا أرادها جلالة الملك؟ يعني لذلك أراد سأل نفس الشيء أن يكون في هذا الموقع هنا بالذات ليس بتمثال لكن رمز لمشاركتنا في العالم بقوات حفظ السلام. يعني أراد أنه يا زائر كريم مثل ما بنروح على كل بلدان العالم، وجلالة سيدنا لما يروح يزور محل 2-3 منها معلم من المعالم، وإحنا من معالمنا أنه هذا الأردن بلد السلام، أرض السلام، الحسين أسطورة السلام، عبد الله المعزز بإذن الله أن يكمل هذه المسيرة بتقديره لمعنى السلام بأن يأتي بكل هذه الدول بأعلامها بنوع من الحضور نشتغل عليه الآن. في عندنا 3 حوارات أعلام الدول اللي الجيش العربي شارك في حفظ السلام فيه، اللي رحنا بلاد إذا كانت في أفريقيا. جلالة الملك شخصية عسكرية فلا يمكن أنه يروح من باله الموضوع، ربطه في السلام، والفكرة جميلة انتمت. يعني إحنا خرجنا للعالم كما العالم الآن ينظر إلى الأردن، يعني إحنا على الرادار العالمي أينما ذهبت تسمع الأردن، تسمع الملك عبد الله، تسمع الأعمال، تسمع عن هذا الشعب التراحمي في 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 سلوكياته بقبوله للآخر، باحتضاننا لهذه العشرات ومئات الآلاف من إخواننا الضيوف. يعني هذه معاني الآن يحملها الأردن، وبالتالي جلالة الملك أراد أن يكون هنالك رمز تذكاري اللي يعظم دور الأردن في عملية حفظ السلام بالعالم.